السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على برنامج أوتوكاد سيف 3D. برنامج أوتوكاد سيف 3D زي ما قلنا ده مختص بالشبكات بتاعة الطرق. هو برنامج بيم بس مش مختص بالمبنى، أو مختص بالحاجات اللي هي بره المبنى، المدينة أو الطرق اللي بين المدن. وإن شاء الله هنتعرف مرة على مرة على كل حاجة في البرنامج. هنيجي هنا نبص، هنلاقي هنا التول سبيس، هنلاقي هنا كل الحاجات اللي أنا حطيتها في قلب المشروع. هنبدأ نشوفهم مع بعض ازاي نحط النقط، ممكن نبدأ احط النقط اللي انا عايزها. تمام، هنبدأ نشوف الحاجات دي مع بعض ان شاء الله. ممكن هنا اقول له انا عايز اشوف مثلا المكان ده فين، اجي هنا واقعد كليك يمين واقول له زوم تو، اجي على مكان تاني واقول له زوم تو، ابدأ اشوف اي حتة مثلا شاك فيها او عايز اعرف معلومات عنها، ممكن اعمل عليها زوم وابدأ اشوف هي موجودة فين. طب فرض ان انا جيت هنا عدلت اي حاجه، ولكن مثلا عدلت حته كده من مسار الطريق مثلا كده، تمام، فبيقول لي في عندك شويه مشاكل. طيب خلاص انا عدلت في الطريق، هاجي هنا ابص في الكوريدور، الاقي هنا جاب لي علامه ان عندي هنا مشكله، هدوس كليك يمين واقول له ايه ريبيلد، تمام، هو يبدا يعدل الطريق بحيث ان الطريق يبقى ماشي مع الخط المرسوم دوت. تمام، وبنفس الطريقة برضو البروفايل ممكن أول ما تعدل حاجة في الطريق تيجي عليه وتخليه يعدل نفسه. تمام، فإن شاء الله هنشوف مع بعض كل حاجة من الحاجات ديت واحدة واحدة بإذن الله، وربنا ييسر إن شاء الله. ممكن أجي هنا أعمل ورك سيت، يعني أنا دلوقتي ده ورك سيت اسمه سيف 3D، ممكن أنا أكون عايز أشتغل على 3D موديلينج. إيه الفرق؟ الفرق إن هو بيغير لي في بعض الحاجات ممكن ما أكونش أنا محتاجها فبيشيلها لي. ممكن اكون انا اظبط انا ورك سيت بحيث مثلا واحده فيهم ما يكونش فيها المكعب التنقل، واحده فيها زي ما انت شايف فيها ادوات اساسيه ممكن استخدمها، فكل واحده فيهم تبقى اسهل في شغل. يعني ممكن تكون مثلا اذا عايز تشتغل في السكاشن بس فتخصصها بحيث ان انت تجيب حاجات للسكاشن. ممكن اجي هنا اقول له كستمايز واعمل شويه تخصيص، نعم، تبدأ تعدل فيها. ممكن أقول له ورك سيت سيتنج، هنا دي الحاجات اللي موجودة عندي، ممكن أقول له موف أب أو موف داون أبدأ أتحكم فيها. تمام، الورك سيت الأساسية بتاعتي أنا واحدة إن أنا عايز أشتغل عليها. تمام، دي مهمة أوي، لما تغير بين الورك سيت يحفظ اوتوماتيك سيف ورك بيس شينجز، حتى لو انت غلطت تحفظ ولا دونت سيف ما تسيبش الحاجات بتاعتي. يعني لو انا رجعت الورك سيت دي تاني ادي الاعدادات القديمه غير الاعدادات اللي انا غيرت فيها، اوتوماتيكلي سيف ورك سبيس هيعمل حفظ لكل الحاجات اللي حصلت. تمام، وممكن اجي هنا اقول له ايه سيف كارنت اس، يعمل له نسخه ثانيه باسم جديد. تمام، وانت لما تيجي تبص على الحاجات اللي هنا دي هوم الحاجات الاساسيه، هتلاقي مثلا منها الحاجات درو، هتلاقي موديفاي. تمام، طيب لو جيت قلت له سيف 3 دي هتلاقي ان في بعض الحاجات اختلفت تماما. تمام، وهنا دي قائمه انسيرت لو انا عايز انزل النقاط او عندي ملف معمول عملته مثلا باي برنامج من البرامج او باي جهاز من الاجهزه للتوتال ستيشن، ممكن اخد المعلومات وابدا ارسم خطوط الطبوغرافيا عندي سريعا. انوتيت ده معروف ان هو مثلا زي تكست، بس هنا بيبقى زي التاج يعني بيقرا بسرعه واي تعديل في البيانات بتظهر معاه اوتوماتيك. موديفاي انالايز لو عايز تعمل تحليل للبيانات الموجوده، فيو لو عايز تعدل في الشكل، يعني ممكن اقول له انا عايز اشوف المنظر ده من التوب من البوتوم من الليفت من الرايت، عايز اشوف كوردينيت، عايز اظهر حاجه او اخفي حاجه او ابدل بين اللوح زي ما انا عايز. مانج اوت بوت عايز اصدر شغل بتاعي. تمام، ان شاء الله مع بعض هنبدا في البرنامج واحده واحده لحد ما نوصل ان احنا نعمل بيه مشروع كامل ان شاء الله.